مصطفى والله يجع عرر مركز ضوحة أي حاجة قلبيت كير حقي مصطفى والله يجع عرر قربه سكان وستي وانقاد كروي مركز عندنا إيه يربى خلا الله طبعا مركز قاد كروي وانشيدي سجين تان لوك تقبته وتبص قامش أيه انشيدي الضوحي أيه سدا وقرد أنا وكده وبود سيكا ديرو عيقا ماكو يلهور تلابضا ولا ميد باب بينا بوش تاكالي سيكا ديرو دبادينو نقادي ميسو تبيه هنو حكايري أنوغو رينمي با نو هبين كي يمالنتي يا صبحي يا مرول بو عبينا إذي كان لابد دولدو دا إذي كي يكوحا حدقي إسو تاقو سيدا أوكال عبي سانسي سوي ديه بوش عيقا وحو قوشو وابي دماركي عيقا ماكو يلقوريه هنا لقاقا هرينيه أودوين، هذي كده ما نحوله ولا صاحري ما نعطي، إلى هنا حريص تناها كورادية وحشوقي مع الشوقي حاج أحمد، هي شوقي هل كان قولي أبو شوقي، على ما ما نحن عريس يرى الله سورة، لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال، ما لم يجي تبي ندو حوري، كا هل كا كوي كتاكتين، هدو يذكر هو يهاي. لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون تعالى وحمد نقول ما يسأنا نقول القرآن كان سوا خريه مركا نكح حبت شيبا كل عادي وارد نتني نكاس أي أنا ما عندي مركا تلي كده نتني يا نسكو بربر لعني في تي دم بيجوري لا تو أحلى يدي مع الشكر واحد كتري مع المية دي جت جيسا مركا ده ورد يرسكو ده يرجع لي إلهي ما كان جت جيبور إلهي أيا كاغتي مع الشكر وحده سيدا نوسي سعدوا ويدي أنا سيدا نوسعوني أي ماركي بيقول يضل هنا أي غورتي سوي سيدا في السماء داوودي ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waxaan joognaa magaaladii haaxi ee ka tirsan gobolka daadmare حيلة شو فيصل محمد محمود فيصل ليرة دور شيره راح حاحي يو ينو كل شيء حتى وينو شيء جاي أوكي هذا ما أنت راح يلاقوه ورمي شو كوين يو أرمس كساب سن حاحي يديكان كأري داس وحكم بده هذا حكمة بدنا يو قصر بدنا لو نشري مكوي رعية فيصل يا حاحي سي مركل كسارة ويل حق لين كهودي بكور بسم الله الرحمن الرحيم أدي يا أبا ناصر أو إدين سلام يا أدي يا سيد يو عدك برق أفريكا يو ديغانكا يو منتخير سومال لنب أدي يا أبا سلام يا وحن شوقنا مقالة دي حاحي وايا فرب بضم بي صوم مري وحوا تاريخ دي دي وكل ورياشي يو ديغانكا كورمي وحنا وحوي دعدوين كي كدعي مقالة دي حاحي وقت جدا على دي مركا كسور دوادو 1989 أي أواتي بوتدي لبعض انت عند الجنيد ماشي الله يراها عبد فارح ماشي الله يراها جال ديدسكا كتي تلا يقولوا لي أي مركا أي كلا الجنيد دفر تام ميلاد وقت وقتي هذا كم ده أي هل كانوا برواقا وانو سهنا لو قصوا دري وانو نمي waxay noqotay haaxi in loo soo guuro oo ciidan ururkii urur koobaad oo Cabdi Faarax yaalay in loo soo raro si cadawgan ood weyna jooga aanu xaggan galbeed baa ugu soo kaadi tagin sida uu markaa u kadeednaay aanu xagga ugu bixi jirin halkana raadad baan ku yar aragnay waqtiyadii sahankii markii hore oo soo sakaare tagay galbeed soo kacay dabeedna waxaanu hindisnay halkan in ururka la soo dejiyo ururku wax ka soo guuray meesha la yiraahdo Cabdi Faarax Allahu naxariistay laba nin oo labaduba imi ka dhinteen oo dagaaladii nina dagaalkii ku dhinteen nina uu ka dambeeyay ood weyna ninkii loo oran jiray iyo Saciid Waleecaad ayaa taliyay abaan duulay soo ahaa ciidankii way soo rareen halkan Cabdi Faarax iyo Haaxi u dhaxaysa markay marayaan ayaa xabad gaadh inama nin ciidankii ka mid ah xabad ka qaraxday nin mujaahid oo markaa ururkaba saadka iyo waxa uu qaabilsanaa oo khadar la oran jiray baa ku dhintay xabada dabeed sidii bay halkan ku soo degeen afar casho markay yaaleen saddex casho markay yaaleen ayaa
صحن أي درين مركز عادو جو مغلي حاحلين سودة كشفت يا سودة كتي تذكرنا كم بندين لكن إنت مقارا ده حقا كله هلك ما حير باي يالي أي اللي يالي طب هذا صحن باي درين وحلي جدك كان ودوينا قال حورا هي صوبة جاية عانا هي وجاية أي إله سو حري كبي جود بقى هلك أنا لك يعني حوله هي تذكر يوحي تذكر واحد كشرين آذو حكمة بدنا ورهيرو دوينا هاي والله يا قارنو عقد درس لورين شري عقد لورين شري تاريخه بدن بعقد لي طبعا انت هالحوار هلا سوا حريم ما هالكن دمري ما دين أنا في لا ين إسلام تيسون الله سعتي تيادنا مركي أيه بينك قرقي تكمل مي عن عقد شوف هاد دوينا سوا دكتيو وحي يلاهين ودوينا نويرينا عقد وحوق شواب دمركي عقد ما كل قريه أنا لقى هالرينيا أودويني هذي كده ما أنا حوله ولا سوا حريه ما دعدي أنا لو حنو خلني بقول دي دسكيو حقنا أنا سوا مره يعني حسن غلاف حسن عبد الشام عمر كها أبان دولا جوت هذا هي رك بدنا وكله وحي وحري سما أنا هالك نقول نمي إيه مركي هالك ليس جوي مي إيه أنا إذا رأي نين مشاهدو باشل لورين شريف ودلاء أبرع كودن تاي لأنه هم كنوا وراء عقب ميدا قرانا إن حاجة هذا هو حاله هو السيد داي عقب السيد بيكون تجي أود وين تك ما أبو بحية ما لو حي راح ولا قار قار جور جو خوب يدري يحنا عاس مرك أرجع يلا تريو أرجع أرجع نقلنا نوكر خير باي أيوة أدر خير على قلي نبوا حكار خير على قلي نبوا إنا وحي راح كلام مرك أشتري وين وقاني وإحنا وحي راح يسقف ضد بين غضينا وع ولا سي قلبت لي حولي عربي روح تجين أودويني أوكي هل كان ذا كذب إيجا وح أورنا يعني مركز تروح أورنا إيجا ما خويري أنت سو ها هل هاي استسوا أنت وهذا الكوي أورنا يابا وقارسني إيجا ما خويري ها إيجا ما خويري إيجا ما خير خير على القلاي نبوا حقات إيجا ما خويري جوري جينا أودويني جوري هنا لقى قهرينا مركا مهما هبضنا هرول هذا عجب غوري ما هي هذه غوري هي برا برا على برا برا زبال هاي نوع هنا هاي نقص سنينا إن عجب ما كوير بيه هاي سبرتو ما ما هو هراء فر بدن هو وقتية هراء أيوة لها عجب إن عجب ما لنت على كتير ما لنت كده بيسي أيوة دوينة تيجي تبع نسي كده يعني كي لورين شريبة هاي استي دوينة مركها سوشي ربو بيسي دوينة تتكي بسوشي ريه مقالة ده تبدل مي شوقي نتتكي ريمي كهاي مقالة ده وسو عيل تيجي أي سوشيري؟ عجب مركي وسوشيري تتكي، وهالكي سيغة دارة. أي واحد خيرود وين خيرود وينو؟ قدر مستوى حسودك تحاحي، قدر مستوى حسودك تحاحي. بيها رود وينو وسو عيل دقي. إذا نو حاو سو عيل دكتين بيها رود وين؟ أنا قنوا وان دقني. خيرود وينو سو تليه بيها صدح ذا ناقلو. سيدين بيا وكل عبي الناس هوا شجع، وحنا كلوا يدي شجعية، أودويني، يا حاحي أنت أود حيسة هذا إذا تتكي على وسوق غوري رو إذا تبغى إذا تنبت تجي، حبادين كم أحسن ما يش، عجا 91 كي مركين وضعك قبسنا إنه هذا شيء كيسنا، طب إذا واحد يروح مركين عذبك عبويدي، عذبني كلها دويدي سيجا دهرة، أيان كعبيد، عجا طب هذا الكل حكوا بلعبه. سيغا ديرو عيغا مكويري سيغا ديرو حوغو شوابي عبد فارح والا يرام هذا سيغا ديري بحيو حوغ سيغا ديرو عيغا مكويري أنا وكوما بحنة مقع عواد نولا تيمي هذا الكال كيو كبلا عم عيغا وحويري أنا قوحن هاي ريرمي تبيها هرتو حوغ حاحبا تيجي على كاني مكاين هوس تاغن ميدان هاي ايا كتاغنا وان كان هاي أيقونه وين الشريانه وين دارنيانه وحي حولانه وين جحرية وحني وين مركي نوسو ضاي ينهن أودويني حاحين ثور حيسة حتى إذا كسوق جوري وايدن لينه نو وين دارنيا أنا وادك نو دارنيا سيك ديرو عقب ما كويل هار تلبا دولا ميت بابين أبوي تكاله سيك ديرو دبدينو نقاد ميسو تبيه أنا وحكايري أنقو، رأني بقى إنه هبين كي يا مالتي يا صبحي يا مرول بوعبينا،
إذا كان لابد ولو ده إذا كي هو حدقي الصوت تقوه سيدا أوكل عبي سان سوي دي يقول عجا شركة كم حبوا يقول ورحنا دقي يقول أدق على كل حال شيء كذا عجا هل قصدي سوا مرتي عيدا كي مركا وحن نقضي عيدا نمك ودنا وقلي أو أي سوق هذه تنكر وين أو أي ميلا يوب حام وين مركا وحن سمايني صدق هذه قارية تكني كذا أنه يستني ولا سوري شيء هل كان على خير أنا قالوا مركا جلدي سكال مركي هوري شو جي وأنا والله سوق هذا هل كان على خير يعني إلى هنا حريص تنا هكورة ذي وحد شو جي مع الشوكي حاد شاحمد هي شو قال كان قولي أبو شو جي على ما ميلان عريش يرى الله سورة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال ما علم بي ياري تبين دو حولي كا هل كا كوي كتاكتين هدو يدي كروي هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله كتال وحمد نغر ميسان أنا نغر قرآن كان سو آخرية عيدا كي انتو عربر كي ويالي نماكي نفتي آي أتمي أيا وحي سمايين ديار قرو أنا نمرك أوغين برعي عيدا فربادن كدل بادين waxa lagu tashaday markaa war xaqna way naga kulaalayaan xaqna haday naga fadhiisteen noolaan meenay nimankan meesha aan ka saaro markaa ciidan farabadan 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 baa la soo diyaariyay oo dhowr iyo kontan gaari ah oo intii hore markii hore taalay aan ahayn maalin maalmo ka mid ah ayay isugu keenay halkaa bari oo kale markii nala soo weerari doono waxba jiray intii aan goob joog ahaa ee aan ka waray meelii aan joogay saddex waxba haday dhacaan ayaa had iyo jeer aan guuleysan jirin dhexdayada ragga halkaa jooga hadii khilaaf yimaado iyadoo dagaal iyo wax jiraan maana guuleysan jirin hadii la iscajabiyo oo la ilaa ciidan farabadan farabadan bay noo maanta meel heblaayo afgan jabinaynaan lama guuleysan jirin hadii xaaraanina soo gashanan lama guuleysan jirin maalintii la soo weeraray doona maalintii ka horeysay ayaa waxa jiray awr dooxadan muraadku ahaayo daaqi jiray dabeedna niman unbaa soo kaxay halkan ay keenano awrkuna baadi buuxa haa dhuuntay ku dhuftee galabtii uu macalin shukri maqlo inan baa ii yimi ii soo diray deedna waan halkaa xaafaddan ugu tegay dadna wuxuu yihi kol haddii xaaraan meeshii ku cunteen waan ka tegayaa meeshan oo waan ka guurayaa idinkana arrimihiinnii iyo dee wixii aa wadatay waxba iska bedelay iskaga tag baan ku odhan lahaa ciidamadaa kale qabo shoo berri baabayna soo weeranayaan nimanka waa diyaar nin maxamuud colaad la odhan jiray reerkaygu markaa meel halkaas ugu yaallo aanan markaa weli gaadhin nin maxamuud colaad la odhan jiray baan ku yidhi war waynu caraabayna caawa gurigii bayn tegaynaa neef aynu kasoo qalanayna dabadna intaan aan la caraabin ayaa dumarood weyne ka yimaadeen dumarka waxay noo sheegeen nimankii inay diyaar garoobeen oo dooxan imika halkan bariishka laga sameeyey dooxani doox baabuurta dhibo oo wuxuu ahaa aanay gaadiid ka tallaabin dabeedna waxay sameeyeen waxay dhigi jireen bariish macmala ama caws xun ha dhigeen jiingad loox qoryo meel wax bariish iyo waddada ay dooxay baabuurta ka soo tallowdo ayay samayn jireen deedna waxay dhahen nimanka bariish macmala ayay soo sameeyeen waa la idin soo weeraraya adugu nimankii markaa joogay mas-uuliyiinta nin cali cali dheere loo odhan jiro markaa guutada loo dhiibay xasan aarqadhle iyo ninka la yidhaaho saciid guuleedo ninka la yidhaaho ilka caso ayna gaadiidka joogay nimankii baanu tagno warkii baanu sheegno warkii aanu sidaa u hayno ayaa nimankii fiidkii waxa ka soo baxsaday nin askari ah oo cabdalla isxaaqa oo raggii burcal laga soo qaadaya ninku wuu noo yimi dabeedna wuxuu yidhi waar dhegaysta waxa la wixii burca jooga ciidan iyo wixii halkan jooga waa diyaar aroortaa laydin soo weeraraya berri subax laba xaala mid yeela asana meesha idin ku dhow dee ciidan u doonta oo doonta ciidan waxaan anugu ka imiyo maca tawaagidii maca bm-yadii maca madaaficdii goobta wata dee halkan iskaga celinmaysaan ama meesha iskaga guura oo u banneeyaba haddii kale oo dee ciidan fara badan oo esan ama meel ku ogtiin dee doonta ciidamadii esanan
أدوغو نيكي غوتا دا هايستي غوتا جي أوروكي أورو لباد لورن شريو شرا ماشا لا يراهو كلولي أيو سوق هذي مركا أوروكو باد هالكاسو دقنا مقالا دو غوي جيدا إيا جيدن تيقن خدون هالكاسو دم بيتالي أورو لباد وحالة دي شيي حقن وحن فلا يا خليف كان إيا إنا كمد هايان أورو لباد كي مركي ورقي داو عمي يكو داو عمي مالتي ماشا إذا ما ذيك هلا أورخي يجي جلدي تسقي هلاي أو أبندولي هو قطة ده حسن قلافنا ولا شو هو عد لا ما دري أرنتي أنا أكو فيلم على أي كل حال لما كويس هذا قاتل كويس عشة بني حرانا واحد واحد أورخي مدو بابا نقدر دلون دهنا هذا هو قاتل لفتيس وهنوي بقارة قاتل هذا هو ها هو فرصة ما هو يسكفر بدنا طب عندما هو صاب حين إمك أود وين تو هالك سوينا قط سوينا تاور كيس هالك سو كم مغنيا إلا هالك هي إلا هالك سو ما شاء الله يلا هذا بنت عوية حاجة كده عفيرو أي مركا مرة أنس من جد عبد فرح بيكون صعد عم بقى أي سو سو قرية إلا دوري تدوات نقاري أو تجنيها أو مدافع دولة ارتبيوتي إن ثاني نسوق قاعدين أي مدافع ده صوب بالعبير ما قال هذا بقى عشان تي يحافظي يرلكي وحي وحي سيقو بتين بقى إن ثاني إن ثاني نبى سوق قاعدين جيت كان لفتيسة وهي على مدافع ده كل عضي كي هل كان لفتيسة بلا يدا قويسة ما في لي هاي ها جيت كتير مرة لونه شري كنا شيء حبي قويس ما قال هذا هو سيقي قضي بقى إن ثاني نسوق قاعدين أدو على كل حال ما كيف هذا مستقري لا برا عمر كان واب واب الني أيوم بعد نما كي مري وطدا بطن عوي عبد فارق بطة أيوم بعد دعوة نجيجي مي أدو على كل حال نما كوان سكوف رحلنا لكن واحد هو قول يستين إني مقالة دي نجر فيها مقالة دي إني نجر سارة and رجع لبيه طبعا بعدين تاي لبيه طبعا أي بعدين تاي oo waliba ragii halka ku jiray u badan dhaawac ay dhimashadu halkaas ay u badnayd ay ahayd een intaas markay dhacday magaaladii si aan isugu waabwaabin adana saddex gaari baan haysanay ayana waxay wataan 70 tawangidu buskan halka halka imka banaanka iyo beebeyad halkaas ay soo safeen madaficuna xagga dambe ee kirri dabadeed ay taalo halkaas banaankaas laga soo hoggaaminay intaan dagaalku xabadu bilaabin baan macalli shukri guriga ugu tagay adna waxa ku dheeyo wayna soo weeraraya nimankii magaalada ka bax iska soo xaafada ka soo saaray meesha waxa jirtay islaal curyaana oo ku dhaweeyd xaafadiisa waxa qabay islaanta nin loodan jiray Cali Haaji Maxamed Cali Waal oo suufi ahaa markaa way gurguuran jirtay oo curyaanta ayay ahayd مع الشكر هو يصير تبغ غرغرة تبغ يصير تبغ غرغرة تبغ يصير ما لها أمر كمر يان أيه دير حساس تي خلا مدافع دمنا وحي خلانا بلا أمين إلهي نحرس جرنا كورا بيه مع الشكر إنه وحها نين أولي إله يصعون إسا سنات واحد يجي مع الشكر واحد كتري مع النمية دي جت جيسا مركي ده ورد يرس كود يرجع لي إلهي بقى كاجت جيبوش إلهي أيها كهذا تيجي، مع أن شكر الله في الجسد أنو سيس على وان ويدي أنو سيد أنو سعوني أي ماركي بلا يدور لنا أي غورت سوى سيد أفا سوا، أدو هل كهذا ما بناك هي ناو يوم حلو يسقو جي سنت عريان ده دو عرفت وعرفتي وابنك هو رئيس أيضا وحلا شيء قا كوبا هل كنت بتشري markii meelaha murax ku dhaw ay waliba dhaaftay ayaa waxa la yiri koobkii halka uu ugu xidhay halka ka garaacay waxay tidhi baa la igu yiri koobka nabarkii uu ugu dhufanayay ayuu baan dareemay bay tiran si ayagoo misoo taaganiba markaa mucjiso cajiiba ayay ahayd adigu calaay kula xaal halka dhammaan isku urursanay waxay ugu darayd hooyo aan bariyaha arag oo markaanu halka isku urursanaynay أيوم بهوي أردي سو كسو عرفت ثمان كيلومتر أيوم بقارسو ويد ويد سو مرت وانسكو سو بحنو
اسكت هو يمشى او ادو سيدي بكون نقطه ورخيجي جيل ديسكا وحمقلي جريركي دابي دو سوغر مدي حق عبد فرح بو سوريجي نمكا وحو كو سو غلاي با هلكا دو حدا دينيدا ايغو سدا دحاحي كو قبطا ايو سو غلاي نمكيو هادو رينيدا قولادين هلكي بي ديبو غيريدي حقانا وحو بخاي 12 غاري حق جيل ديسكا 12 غاري باو بخاي oo geeldidiska qabtay geeldidiska waxay tageen ciidankayga ay ku soo guuray booyad biyaan ku shuban jiray oo meesha taalo geedkii dheeraa la fuul jiray hoostiisa taalay ayay suuq la dhaceen oo barkada laga cabbi jirayna waxay ku dhufdhufteen oo iska soo noqdeen iyagu markaa adigu sidii baanu dhaawacina lagu qaaday waxa ayaga kalena is urursanay gaadiidku waa bilaashidaal qaar baa lagu shubay saliid cuntada har sheekh iyo meelaha dadkii ka soo gurmaday wax ka keenay adigu halka lafta la yiraahoyn ama dara hoosteeda ayaan habeenkii isku urursanay axmed mirri uu noo yimid habeenkii sideedaadna uu soo diyaar gareeyay maalin labaadii ayaan seeta ku bogsan ayagu markaa deeni halkan deganaada ayay doori yeerood halkan naga riixaan oo ay difaac soo marka waxaanu anagu ku dagaalabeynay inaanay ood weyne meel aan ahayn aanay saldhig ku yeelan oo aanay difaac soo ballaarsan ayagu markaa waxay ku talagaleen xaaxi inay difaaca labaad ka samaystaan oo ood weyne iyo xaaxi iyo seeto oo ilaa inta ay isku xidhaan laakiin halkii halkan ay naga eegayeen maalin labaadii waxaanu anana ka dhex toosnay seeto marka maanta waa maalintii beebeyadii aynu soo mar la gubay markaasay dib u soo noqdeen maanta dambe soo guureen ay ood weyneen dib ugu soo noqdeen waxaa jiray intaas markii ay dhacday halkaa dhowr iyo labaatan nimba maalinta dhintay sideedaad iyo labaadba waxaan filayaa dhaawacuna 25 buu dhimashaduna 22 bay ahayd ayaga laba gaad laba beebe iyo laba gaadhi oo waaweyn baa ka gubtay anaga laakiin wax gaadiidi waxba dhangamuu noqon halka maalinta aan ka soo baxnay bay ayana dib ugu xarqodeen ood weyn oo wixii xagga uga soo gurmadeena ay dib u sii noqdeen raggii maalinta dhaawacmay Khaliif Maxamuud Axmed ninkan waxa la yiraahdo Khaliif Maxamuud Axmed raggaas uu ku jiray oo ka mid ahaa deegaankana uu ahaa waxaan filayaa ragga badidoodii in wax yar ka sii nool yihiin raggii maalinta ku dhaawacmay meesha intaas markay dhacday nimankii ayara waxay ku guuleysteen inay xaaxi dhaga raraan annana waxaanu ku guuleysanay inaanu seeto ka raro marka qolaba laba meelood baanu kala qaadan xaaxi sidii lagagama tegin may kaga tegin iyagu mar walba sahan iyo waxbaa soo bixi jiray waxa dhacay mar halkan waxay ku dileen laba nin ayay halkaa dooxada hadhuudh ay ka celiyeen ay ku dileen marna 13 nin bay halkan ka kaxeeyeen markaa 13 nin halkan ka kaxeeyeen ciidan yar oo unug sahanaba ka soo baxday meesha la yiraahdo Cabdi Faarax dabeedna halkaasay lugeeyeen gosol bay mareen oo ood weyn dushiisa halkan la yiraahdo dameer qaad waliba xaggeeda shoo magaalada u muuqata ayay wax ka raad gooyeen waxay heleen nin meel maray markaas sakaaray xaggan ugu soo yarbax bixi jiray ninkii bay raadsadeen in yar markay u jiraan buu sakaaray ninkii toogtay dabeedna way soo kala baxeen raadkii bay hayeen ninkii oo intuu qorigii dhulka dhigay sakaaradii intuu bireeyey haragii ka bixinaya dab yarna shidanay ayaa haraaraha ka mareero ninkii halkii bay ku dileen dabeedna Cabdi Faarax bay unugta ku soo noqotay nimankii way soo baxeen halkana yimaadeen rag 13 nina ayaa halkan ka ururiyeen iyo waxay dooxada ka soo ururiyeenba qaybna halkan ka xeyeen qaybna halkan isugu keeneen 13 nin lix nin baa lababa dhinac u walaalahay lix nin ayaa lababa dhinac u walaalahay dabeedna halkaa bannaan ee dooxada markay marinayaan ayay isku xidhxidheen markaa ninkii bay ugu aarayaan 13 nin 13 nin intay indhaha ka xidheen ay isku xidhxidheen ayaa 4 saasta lagala maray nin imika joogayno arki doono insha Allah ino kulli halkan degan ino arki doono dhowr iyo 10 xabadood ku dhaceen ayaa meydkii ku dul
قار ميدينا كدول داتين ويس وذا دول تاغي كان وو نوليو كي نول بحبط بكو نفته ساقا مدبا يدبا لير وو نوليو حبط كلاكو سي نفته سيدي باي سيدي باي كاقا تاغين ساقا نفت كجر سيدي ماركي اي كاقا تاغين ادوغو نكي ديوال لوغا دي نولي وان شوغا وانا نيم عجزة بدن اي كو دعضيو آن چركي ساس مين نول هاي وي وحيابا ماشي كدعي iyo taariikhdeeda dagaal noocaas ay u badnaayeen marka aanu sii wadno seeto marka harasheekh way dambaysay way ka dambaysay weerarkeeda markii halkaan aanu ka soo noqonay ninkii taliya guuta ahaa ee maalintaan ugu cusbaa sidoo markaa nooga dhaqaaqay meel damu maray ma naare tabadeed markii dambe sideedaadna xageedii tagtay annaanu fadhiisannadayda ku soo noqonay war maxaynu yaalaa allah yarxame waxaanu doonay ninkii la odhan jiray cabdi maxamed fayr oo dhaawaco burca ku dhaawacmay oo bowdada ka naafoobay cabdi maxamed fayr waanu keenay markaa dhistinka iyagii deegaanku galooley harasheekh mureec cabdi faarax geeldad iska intaasu noqdo xaaxi dib baa looga yaryay marka raggii hore hoggaamiyeyaasha ahaa ee sanama waaweynaa isagii cabdullaahi daqare iyo dhaawacbay markaa ahaayeen marka raggana loo keenayana waxay u badnaayeen dowladda kasoo goostay haa rag cusub oo dowladda kasoo goostay cabdi markaasaa la soo haa kulley dee qaabkii jabhada aan la fahmaynin waay habeenkii waxbaanu isweydiino waa nimanku intaanayna soo gaadhin aan soo miinayno dooxaa kirire iyo halkaa ciidankanaan xaggan meesha waynu ka galaylaa dal daban laakiin ninkii meesha haystay nalamuu qaadan qorshaha tii lagu jabayna way noqotay markaa cabdi fayr markii uu noo yimi ee guutadii labaad uu howlgelinta ka noqday howlgallo badan baanu fulinay waxaanu fulinay wuxuu horta sameeyey sideedaad iyo waanu isku xidhannay labiyo tobnaad oo ahayd guuto aada u xoog badan oo dhisan oo qaabaysan oo xataa dareeskeedana baan u eegayna si gaara loogu keeno niman tijaari ay keenaan oo xaydow faaraxi ay ka mid ahaayeen waxaa la yidhi markaa waxaa la qorsheeyey intaanaan horta 12-aad howlgalka wada gelin ayaa cabdi fayr maalin nagxaystay waxaan u malaynayaa 24 iyo waxbaanu hayn iyo laba gaadhi laba seekow iyo gaadhi weyno gaadhigii ilma calimas ee siisowga haya waxaanu galnay maalinta laamida maalinta waxaanu kasoo qabsannay gaadhi ifaahoo bustayaal sidoo ay sida bagaashka baabuurta loo saaro bustayaal ugu masaxay yihiinoo shiraaqna saarayay karagsharka halka imanka dhinacaa ka xigtaanu galnay gaadhigaad uguna dhaafay labadii seekowba eriyday oo siciid guuleed iyo ilka casa ay wadeen adugu gaadhigu way qabteen inteedii kalena halkii bay ku soo mareen waanu soo kaxaysanay gurmadkii baa naga daba yimi adugu waxaanu isa soo dillo kolba meel isku soo dillo labadii gaadhi waaweyna way naga yimaadeen labadii seekoo baan ku hadhnay waddadaasaanu soo mareeqay ka soo baxda halka ay ta god waraaba iyo taahaqay ay ku soo kala baydhaan halka sabacad la yidhaa markaanu marayno oo dhowr iyo 40 baabuur neeriyanayaan ayaa labadii gaadhi seekowyadu saarayeen kii siciid guuleed waday ayaa hoos jaray dabeedna wuxuu maanu aragnay taayirkii halkaa maraya dhakadayada nimankiina waa nagu soo dhowiino dee dabkooda wuuna saarayn ilaahay markaa wuxuu noogu irmaami tegey doox yaroo halkaa dhexdayada ka dilaaca ayaa markay soo toobiyeeyeen meel ay soo maraanay ka waayey adigu gaadhiga waan ku dagaalanay waa ku dagaalanay waxaanu ku guuleysanay inaanu qorigii ka goosanno seekowgii seekawgii kale dhakada ka saar rag dhowr iyo 20 oo meesha joogay dhowr iyo 30 malaa qiyaastu ahaa gaadhigii oo labadii qori iyo rasaastoodii iyo wixiiba sidaanu soo fuulay intaanaan dal daban soo gaadhin ayaanu nimi gaadhigii weynaada xumaaday gaadhigaan soo qabsanay markaa kaayagii waanu gubnay markaan qorigii kala degnay gaadhigii weynaada xumaaday oo intay bustayaashii ka rogeen gaadhigii bustayaashii siisowgii ay ku wareejiyeen 12 nina ay la joogaan kan ay wadwadaan oo gaadhigoodii hagaag waayay
dabadeed kiina waanu gubnay intii aanu halkii kii ku gubaynay bayna soo gaareen 12 kiina waxa ka sii garanaya ninka la yiraahdo Faisal Gadha ayaa filayay inuu taliyo inuu ahaa dabeedna dooxa dal dawan anana ma na qaad kiri oo niman qaad kiraya ma na dooxiba hoos soo raaceen adigu calaaya kulli xaal libanka markii gaadhigoodii uu gubanay u yimaadeen ayay naga hareen seexowgi baan mar dambe ku yar celinay waan soo weynay nimankii dooxaasay ayana hoos soo raaceen 12 kiina cadceedina way iska way gaabatay operationkaana sidaa ayaanu isna ugu soo guuleysanay waa markuu cabdi feerinay ma operationkii horeeyay uu qaaday dhaawac buu haa lugaha uu dhitinayo faraha hor u dhigayba mar labaadkii waxaanu ka baxnay meesha la yiraahdo Murec Ibrahim Bulcaws waa markaa laga soo dhigay taliye guuto cabdina waa howlgelinta Murec baanu ka baxnay cabdi faarax baanu maray habeenkii waxaanu sii jiifsanay geeldidiska salaadii baanu kalahna waxaanu istaagnay ceeg bilcille halkeenu maalintii dhigay soo maray ayaanu istaagnay markaa raashin iyo lacag baa u imanaya nimanka rakaalka marka laga maqlo ayaanu jidgooyo u geli jiray nimankii halkii baanu u galay gaadho weyn laba gaadho waaweyn iyo saddex gaadho yarir baanu wadanay halkii baanu iyagoo na arkaynin ka naxsanay maanta waxa dhaawacmay nin la yiraahdo Afkaab oo iminka jooga asluubta ninkaasaa kasii garanaya raggii naga dhaawacmay nimankii waanu ka naxsanay waanu soo yeeriyanay gaadhi tiama ayaanu sidaan u yeeriyanay soo gaadhnay xidhka ka dambeeya seeto gaadhiga baanu halkii ku qabanay show gaadhi kaloo shilka saaran yihiina isna wuu ka kululaado xidhka yar bay sidaa u geliyeen waxay ahay nasiib darro shilkii maanaan arag laakiin gaadhigii tiamka ahaa ayuun baanu helay dabeedna sidii baanu ku baxnay laba ninoo maxaabiis iyo nin kaloo maxaabiis soo dhaawacana waanu ka qabanay kaana intuu cabdi feernala joogay ayaanu ku guuleysanay waanu qonay markaa halkayga baan tagnay markaasaa la qorsheeyey haddana ood weyne weerarkii oo cabdilaahi lajiinooga warramay macaa 12aad nagala qayb gashay sayid cali qayb ka midi nagala qayb gashay ee 8aad oo iyadoo mar walba noo imi jirto 8aad waxay ahayd guutada ugu gurmadka badan leh mar ay koobaad u gurmato iyo mar ay annaga noo soo gurmato dhexdhexaadkay taalay markaa wareeshikana maalintaana waan iscajabino ilaa calankii ood weyne laga taagayay ayaanu soo samaysanay laakiin maana guuleysan kumaana guuleysan inta cabdi feerna la joogay kabacdii isagoo cabdi feer markaana la jooga aanu halkii naalo ayaa maalin maalmaha ka mid a waxa dhacay Murec baan joognay dabeedna qoladayada tignikada ayuunba xasanqalaaf baa markaana haysto mas-uul waxaynu qabanaynaa 8aad markaa waxaan wadanaa 2 jiib iyo 2 seekow waanu soo baxnay habaas weyn halkaasaa la mari jiray habaas weyn tiya aynu ag maraynay geeldidiska habaas weyn markaanu marayno ayuunbuu yidhi ayay yidhaahdeen waaraa sii arbushna ood weyne teedna waanu soo baynay meel beeyada dhinacaa ka xigta ayaanu 2 jiib isa soo barbar dhignoo dabeedna jiibabkii baan ku garaacday meesha dabeedna waan baxnay geeldidiska ayaanu iska sii harsanay habeenkiina waxaanu iska joognay meesha la yidhaa korayo ood show nimankan aanu arbushaynaa weerar baa u diyaara markaa oo xalay baaba cabdicasiis iyo nin la odhan jiray axmedey ayaa wata show xalay buu soo galayba markaa weerar baa diyaara annagu subaxii markaanu quraacnay korayood shaahi waxay ku karsanay waanu iska tagnay 8aad baa lucali saahid ugu tagnay 8aad markaanu subaxii u tagnay waxay yidhaaheen inay u rakaal baanu qabno nimankii dhaqdhaqaaq baa jiro 2 gaadho saxna baanu diray 2 gaadho waxay tageen de xagga ood weynaba laga filmaayo burcay u baxeeno aroori iyo kaba dheere iyo meesha cadowga wuxuu halkaa ka xigo waxa markaa cali saahid markii aan tagnay baabuurta saxanka loo diray baabuurtu waxay nagu soo noqotay goor 12aad dabeedna waxay yidhaha waxba soo weyne xaraduna magaalada waxay ka xigtaa hawd bari bay ka xigtaa markaa 8aad oo isu dhan
يا فرتيدي قاري يا هلكا شوقنا عيدا كي مركا مقالة دي بس كقبطي والله يسقى قيلات وقاعد بامري شري مركا ماش بدي دي سي إيه أربعة نقص واحد نوم صار نوار أنا قام حرد ده حدا ده مسقى قيلة كور أستر ديرة أيوم نقول مقالة شو نبغى حاسين تي أود وينك صباحين يا هلكا كصقر تشحن عاد الساهد بيه هلكا شم واحد صوم مريض تاد مريض هلكا تاد مريض لا يلا هلكا سيكس عاد الساهد بيه هلكا كسو توبيه طب هذا ابن جوح هو استيد بان مسكة فدينا جوح بان مقال وروح عن جوح عن تيجي نلا بين نبى قاري وينو 19 وقت هيدا تاجنا أيه فوله نو فودي بقارة حسري فوله حريرة هي يعني حريرة هي يعني مركا كفيل ما ينو ده أنا جوين قلبيت بنا لقي قيمات تيجي نقول والله مثلاً والله واقوان السوا قلبيت ده كسوا صعبة قاعدي تيجي بس مركا عم درولينو هين أيام يا وصقر عينك عيدن كي يجاديد كي هراؤن نقصان نقوم بابي بلعبن ترساس وحقي مقالة شديد إيه كسب بلعبن طبعا أنا أذو وانو كوب حناي قلبتي وانو سكوب بربر بعنا أيان حق عسي مقالة دي كده جين أنا حقي أنا كده جنين أيان كده جنين هبي كي بقوته دي لبعض ولا بينا سو قربتي هبي كي بمشي اللي سوي مي تهنا صلاة ده وينو وير البالي صلاة دي ما نكوك عناي أدو على أي كل حال مال ثانو ونسكو بربر بعنا لكن وحنا جاب سدين قاعدي تجيبه وسديرة الله هاي أيه نجا جاب سدين تطبيع صدرني أيه عندنا مال مسلح هي صدر أدو تطبيع صدر ما في ليا لبي الله بعد إن شن إيه الله بعد تن قوت دي سديرة هذا إيه الله بيه طبعا قوت دي الله بعده هو اللي بقى الله بيه طبعا رجع هالك كله أنت شو هدي بو بدنا رجعوا وينا بو بدنا أب قال بقى كشريه وح كشريه نكيل لورن شريه een oodweyna ku jiray oo nima fara badan oo jabadiya ayaa ku jiray nimaki waxa dhintay markaa ninkii loo jiray axmedey ee abd al-aziz babruu eeriyadeeda abanduula uga aha ayaa dhintay xabad jiiba ku dhacday markaa jiibabkaanu isticmaalaynay inventory hamba markaa ninka xabad jiiba ku dhacday waa dhintay ninkaas أيانا ما عندي مركي تلي كذا إنتي إيه أنا سكوب بربر لعني في تي دم بيجوري أيه أنا نقدر مش بدنا لو يو تدباتن شن يو تدباتن ما لها والله شيء إنت كذا متي هل قارينه وو كجبتي ويشش كيف وثان وحي وثان بحالي ثريلا دي دادرا اللي سار يشري وحين ويش كوه سار يي كم يقولي سن إني مركا هروسي صعدان مركا سديرات مركا واحد شوقي نيكي لورين شرا عبد الله حتقله يو محمد عبد الليبان محمد عبد محمد موسى الليبان أيها هستي ورجع مرك هذا قال كمان أنت حاجة هي كم ذها حقا إبراهيم بالعوس يا عبد فير يو وارد معين أدو كمان أنت أنا سيد أستان وني مكي كو خلا دماني أيه كنا وارد إنتين أنا وارد ماني لكن دمر كي بايه كافر ده أيه تبون نقطة مرك waxa soo dhimi waa idinaynki sanadkii idinaynki gudihiisii weeyey waxa ka dambeysay mar kale oo hadal aanaga iyo sideedaad aan ku seeto ku weeraray ay kuba soo guureen aan dib ugu soo noqon waxa ka horeeyay operation uu nawatay ninkii loo oran jiray maxamed soofe kanaaco geeldiiskan markaan naalo labaad uun baan ku weeraray waxaan haysanay saddex gaari oo technica waxay deganaayeen marka halkan magaalada imi laga sameeyo dooxayr qarkiis goor galab baan soo weeraray ood weynana arbush baa loo soo diray dhexdana jidgooya loo diray intuba labaad umay marka ahayd maalinta xeradii waan ka qabsanay si toos ah xeradii intay gaadiidkii soo siigeynayay ku sii socdeen baa urur refenteria oo naana banduula ka ahaa ayaa xaradi baan ku sii qabsanayba inta ku maqnaayeen halkii waa maalinta gacantu koodeen in la yiraahdo mustafa uu nuuro halkan jooga burco oo markaas sabeelan loo ahaa laba beebeena jidgooyo u baxeen wayna weydaarteen kuwii kalena xaggaas ay u baxeen intii ay maqnaayeen ayaan xaradi qabsanay waxaanu ka qabsanay 8 scaffolding oo difaaca ku jira iyo laba baroon oo dhulka yaala iyo rasaastii
shidaalkii raashinkii xarada gabigeedii baan la wareegay deedna cabaar markaanu haysanay ayaa waxa soo noqday labadii beebe jidgooyada u baxay bay isleen qoladeeda markii bay soo carareen xarada isleen soo gala ayaa mustafa mid ku ridayo xabad baasuka qorigii buu kaga jaray kii labaad ayaa tacshiirad oo gacanta ku jaray mustafa geed galoola meesha aan hoos dignay kii kalena nin la odhan jiray aadan cawl bakay ayaa isna xabad ku dhuftay wuu gubtay annagoo xerad iska haysano shalaadayno iskaga jira tarajaygii oo shidaalkii raashinkii sigaarkii agab wax alla wixiba haysano xeradii degan ayaa ururkii xaggaa u baxay efentarigaha oo ka soo noqday qoladayadii rasaastan markay maqleen ayaana soo galay xeradii bay naga saareen markaa mustafa waa laygaga cararay markaa dooxa ayaa xagga galbeedka ixigay mustafa waa laygaga cararay qorbaa suukaana uu sitay waan qaadi kari waayo markaa gacantana in yar baa ka laalaataba markaan qaadi kari waayey waan jiiday isagii intaan lugta qabtay waa tabuskaa meesha ayaan jiidayoo dooxii ayaan sidaa uga riday annagoo ka daba booday in yar markaanu halkii foodda ku haynaan isku ridaynay ayaa qoladayadii kalena soo dhawaatay rasaastooda dabadeedna dib baanu haddana ugu kacnay xeradii waanu ka saarnay markaanu xeradii ka saarnay baa labadii taangiya xaggaa u baxay ayaa mid show kululaaday oo juga ayaa soo noqday dabeedna wuu soo socday waxaanu ihi daaya wuu soo socday wuu soo socday wuu soo xerada bartankeedii annana tarashaygii baan ku jiraa ayuuse soo taagay sidaaduu isu taagay baan ku boobnay sabanadii dabeedna wuu baktiyay afartii nina wateena way ka soo boodeen halkii ba ayagu ku dhinteen kii kaloo soo socdaa waxaa markaa nala joogay nin kaarayaasha yaqaano loo odhan jiray cabdi qase labadii afartii nin waa ka soo boodeen adugu dee meel ay naga maraan maa ila xerada bartankeedii ba taagay adugu afartii nin halkii bay ku dhinteen bahalkiina waxaa galay cabdi qase nin loo odhan jiray wuxuu arkay inuu jug yahay dabeedna qorigii buu wareejiyey kii kaloo soo socda oo qoladayadii kale dabada ka soo wado ciidankii efentariga ahaa ee bad ku hadheen ayuu ku riday dabadeedna kii kale halkaa iyo seetuu marayo xaggaas uu kacay efentarigii oo labadii seekawi iyo jiibkii labada seekawina waxaa waday niman aada mooddo inay beebeeyo wataan markay ku dagaalamayaan oo aan xabadana ka gaban jecelle inay taayirka ula tagaanba taayirkii ula tegi jireen allah u naxariistay saciid guuleed maxamed iyo axmed xasan cabdiraxmaan ilka casa ayaa waday dabeedna annagoo sidii xeradii ku haysanay soo galeen adugu nimankii waanu sii wadnay maalintaana waxaa halkaa kaga gubtay halka taangiga iyo laba beebe dhimashadeedu inay laba nin hayd iyo inay saddex hayd baana kala garanay dhaawacuna wax yaroo fudud buu ahaa si wanaagsan baanu uga guulaysanay sidii baanu ilaa fiidkii ayaanu xeradii ku riday xerada gebigeediiba hadday gogol tahay hadday raashintay hadday shidaaltay hadday rasaas tahay wax alla waxaanu meeshii kaga tagnay ilaa rakaaladii ilaa liiskii ciidamada ilaa waxaanu malayaa shaloo kalena lacagtay qaateen lacag camuudaha ka badan ayaanu meesha maca meeshii teendhadii taliyuu ku jiray ilaa darajadiisii ilaa dareeskiisi wixiiba meeshaanu ka qaadanay nimankaas sidaasaanu galabtaa ayaanu ku galalafnay markaa halkay taliskeegii baan ku noqonay aakhirkii waxaa ku xigi doonaa dagaalkii harasheekh isagana markaynu harasheekh tagno ayaynu ka warrami doonaa insha allah biidnillaahi kariim intaasaa inoogu soo koobayaa aada iyo aad badan salaam